نعم إنه الفرح الذي سما إلى درج العيد، فنحن نعيش أعياد متنوعة، منها عيد هذا الملتقى، منها عيد هذا الملتقى، منها العيد الكبير الذي يصادف الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. هذه الزيارة التي ولا شك ستعطي انفراجا في التنمية الشاملة لهذه المدينة ولهذا الربوع، فتحية الإكبار وإجلال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره. السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذة غزلان رئيسة جمعية الحكامة للتنمية والتواصل. الهدف من هذا الملتقى هو تنمية روح التسامح والتعايش بين الأديان وجميع الديانات السماوية. الهدف منه بدأ أول شيء هو اختتام هذا الدورة، اليوم هو اختتام الدورة ديال الملتقى ديال التعايش والتسامح للثقافات اليهودية المغربية الأمازيغية. إن شاء الله الاختتام غادي يكون بتتويج الناس اللي ساهموا معنا من مساهمين فعالين ديال المجتمع المدني و بروفيسيونيل، يعني مهنيين اللي عاونونا درونا يد المساعدة، ومن الدولة حتى هي كانت حتى هي الحمد لله حاضرة معنا، عملت جميع المجهودات ديالها باش تنجح هذا الملتقى. والحمد لله كتشوفوا من البارح كانت واحد الصورة جد جيدة، كان هناك سيدة من القدس، وهناك الخاخام مسيو ميارا شلومو، وكان هناك الأستاذ تيلاني مكلف بالوثائق الملكية، وهناك أيضا محامي تكلم عن القانون، وهناك أستاذ جامعي تكلم عن الدراسات الإسلامية وعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام باليهود قبل من مدة بعيدة. وعندكم واحد الحاجه وسي الله، واحد الخبر البارح تلقيناه من طرف الخاخام ميارا شلومو، قال ان شاء الله الجمعيه ديالنا غادي تشرف على تاسيس واحد بيت الذاكره. هاد بيت الذاكره غيكون فيه مخططات يهوديه قديمه واشياء جد ثمينه، وان شاء الله نبغيو الناس ديال اكادير من يديروا افتتاح لهاد بيت الذاكره يجيو يزورونا ان شاء الله، ومرحبا بهم. وغيكون عندنا حتى هذاك الكتاب اللي كتبوه على الملوك العلويين والسلاطين، حتى هو وثمن قيم تبارك الله، الثمن بلا ما نذكروا القيمه ديالو الماليه، ولكن حتى الفكريه مجهود كثير من الخخام اللي عملوه حبا في ملكنا وحبا في بلد ديالنا الحمد لله.